السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أيها التلاميذ الأعزاء، المستوى الثالث الإعدادي استعداد الامتحانات المحلية القادمة. أقدم لكم فيديوهات حصرية من خلال قناتنا جوجل كتيبي، للغاية منه هو تبسيط بعض المعارف السابقة. إذا أقترح لكم في هذا الفيديو مصدر ديال البول الخاص بدرس الإبراز البولي الإكسخيسيون إيرينار، سوف نتعرف على أوريجين دو ليرين. انظروا معي لهذا النشاط الثاني، إلابوغاسيون دو لورين باغ لي ران. إلابوغاسيون ماذا تكوين؟ تكوين ماذا؟ تكوين البول من خلال الكليتين، دور الكرياتين في الإبراز البولي، هذا هو الهدف من الفيديو، ودور الكرياتين في تصفية الدم من البول. المهم كيف ما تلاحظون هذا مقطع مقطع عرضي للكلية، رسم توضيحي، رسم توضيحي للكلية. فوالا لو غان سي اون سيرفاس ديشونج انتر لو ميليو انتيريور اي لو ميليو اكستيريور. دابا الدم يكون محملا ب مخلفات ونفايات الخلايا ويحتاج إلى التصفية اي بيوريفيكاسيون، فهمتي؟ وهذه الكليتين هي اللي تقومان بدور تصفية الدم من فضلات ديال الخلايا اللي مطروحة في الدم، كما تشوفون هنا مرور الدم من خلال هذا الشريان الكلوي يسمى بالفرنسي اختير رينال لداخل الكليتين. وهنا في هذا المستوى ديال الشريانات لي زارتيريول، في هذا المستوى ديال الشريانات يتم بخصوص واحد الانابيب، كان هناك انابيب بوليه تسمى لي نيفرون، المهم سوف تعرفون ان شاء الله لاحقا بشكل مدقق. تكوين ما يسمى بالبول الأولي، لأن كان هناك نوعين من البول، كاين البول الأولي وكاين البول النهائي، كاين البول الأولي والبول النهائي. المهم الدم يكون محملا بنفايات الخلايا ويحتاج إلى التصفية، العضو المسؤول عن التصفية خصوصا هما الكرياتين. الكرياتين مهمين جدا. إذا في هذا المستوى هذا تتكون ما يسمى بالبول الأول على مستوى الأنابيب البولية، فهمت؟ هنا تبين لكم غير الشريانات أختيار. من بعد تتكون هنا تتجمع البول الأول، فهمت؟ اوكي. ومن بعد يتم امتصاص بعض المواد اللي يمكن يستفاد منها الجسم، ويمر الدم مصفى من جميع الفضلات ديال الخلايا تقريبا من هنا، من هذا الوريد الرئوي تسمى بليفان غينال، والبول النهائي يطرح خارجا. علاش قلنا دابا بان الكليه هي تشكل واحد المساحة ديال التبادلات بين الوسط الداخلي للجسم اللي تكون الخلايا والوسط الخارجي، إذا تيكون تفريغ ديال البول من خلال هاد إيغوتير مال الحالب نحو المثانة اللي تسمى الفيسي، ثم إلى خارج من خلال الإحليل. نتعرفوا على الأجزاء والمكونات الرئيسية لا بالنسبة للرجل لا بالنسبة للمرأة لاحقا أو في فيديو خاص. ما فهمتوا كيفاش يدخل الدم من هذا المستوى؟ يكون مشبعا بفضلات الخلايا وخاصه تصفية، تتم التصفية ديالو على مستوى الأنابيب البولية الموجودة هنا،
ولكن لي زارتيريول على الشرايينات تم تتم عمليه تكوين البول لغين سو فورماسيونيفو تكون البول الاول، ثم يعاد امتصاص بعض المكونات التي تكون مسببه في البول الاولي ليتم طرحه خارجا جسم البول النهائي. هذا كما شفنا مقطع العرضي ولا مقطع رسم تبياني للكلى. Alors l'urée, l'acide urique sont des déchets. L'urée et l'acide urique معنى الحمض البولي. الحمض البولي. L'urée est le boula. نسميه البولة. L'urée ou l'acide urique sont des déchets qui proviennent de l'activité cellulaire. دابا النشاط الخلوي داخل الجسم الإنسان أو أي جسم ديال كائن حي، ماشي بالضروري يكون إنسان، أي كائن حي. L'urée, l'acide urique sont des déchets qui proviennent de l'activité cellulaire. Et ils sont transportés par le sang. Du sou dans le plasma. معناها يكون مدابن في البلازما. هاد لوغي ولا سيت اوريك من الفضلات ديال الخلايا. Ils arrivent au rein qui les élimine. تتخلص منهم الكلية، تتخلص منهم الدم، تتخلص منهم على مستوى الكلية. Ils arrivent au rein qui les élimine. Une importante quantité de sang traverse les reins. تقريبا 1600 لتر par jour. وتخيلوا العدد 1600 لتر باغ جو من الدم. احنا تقريبا عندنا 5 لترات من الدم حقيقة، ولكن لتتمر عبر الكليتين 1600 لتر باغ جو. على سورتي دان غا لو سون لا بلو لا ميم كومبوزيسيون كالونتخي. اذا دخول الدم الى الكلية ليس كخروجه، يكون مصفى من جميع الفضلات السامة، لا على مستوى الكليتين لا على مستوى الوسط الداخلي ديال الجسم. سوف نتعرف على واحد الجدول في هذا الفيديو نيت، واحد الجداول حقيقة دون سي تابلو دو كومبوزيسيون نتعرفو عليهم دو لورين اي دي سون لي زيليمون مينيرو، تنقصدو بها دوك العناصر المعدنية comme le sodium, le potassium, n'ont pas été pris en compte. On est chauffé, Inch'Allah, avec les fumes de mer, les protéines, les lipides, les glucose, l'urée, l'acide urique, les créatinine. Vous voyez qu'il y a cette année, l'amlach al-madinia, l'alasser, l'amlach al-madinia, c'est cette année. D'abord, nous allons voir la réponse dans la vidéo. إذن في هذه الجداول سوف نتعرف على معطيات لتتوضح طور ديال الكلية. بالنسبة لنا المكونات سون دي كومبوزون كوم لو بروتيين ليبيد دهنيات غليكوز كريات لوري البولة اسيد ايريك الحمض البولي الكرياتينين. والكرياتينين المصدر ديالهم هما الاحماض الامينيه، اي المصدر ديالهم بروتين. المهم دابا لو كومبوزيسيون دو سون، كاين سون اونترون دون لي ران، معناه الدم يكون محملا بهذاك فضلات ديال الخلايا، تيكون فيه 920 70 من 1 ل 2 غليكوز، 1 غرام ديال الجليكوز 0.3 0.05 0.9. نادرا ما تيكون هناك اسيد اوريك وكرياتينين، نادرا قليل شيئا ما لي، ولكن وفرة ديال الماء 100 اونترو دون لو سون تيكون 920، ولكن يقل على 910، بمعنى يتم امتصاص الماء على مستوى الكلى. اما البروتين تبقى كيف ما هو،
le sang entrant dans les reins comme le sang sortant des reins. معنى يتم الامتصاص الكلي ديال البروتين اللي هو تيسب من الجسم. ممنوع بروتين ما خصوش يطرح في البول، تيطرح مثلا على شكل كرياتينين ولا على شكل اسيد ايريك ولا لوري. اما البروتين في حد ذاته ما تيبقاش انا تيكون الحفاظ تامن على الجسم الانسان تيكون تيستفد منه. كذلك بالنسبه للدهنيات، الدهنيات والجليكوز كذلك، الدهنيات والسكريات والبروتينات مفيدين للجسم ديال الانسان. اذا طرح هذا اذا كان قله قليله لي سون سورتون دي غام على كله تيطرح على المستوى البول، هذا كاين مشكل كبير. تلاحظوا بان لو سون سورتون دي غان يكون مصفى من الاوري، يكون مصفى من لاسيد اوريك، يكون مصفى من الكرياتينين. اذا هادو ما هو شيء، هادو هما الفضلات ديال الخلايا بحد ذاتهم، الاوري واسيد اوريك وكرياتين. كاين فضلات تتم على مستوى الكلية، وكاين فضلات اللي تتم على مستوى الوسط الخارجي ديال الجسم. لا كومبوزيسيون دو لورين، دابا المكونات ديال البول بار غرام بار لتر، هنا 950 زين. لو كومبوزيسيون دو لورين غرام بار لتر 950، معنا وفرة كبيرة ديال الماء. بالنسبة للبروتين ممنوع ان يكون في البول، الليبيد كذلك والجليكوز كذلك. كما قلت لكم اذا كان هناك جليكوز، واحد النسبة ديال الجليكوز مطروحة في البول، عرف بان الكرياتين ما تقومش بالوظيفه ديالهم. كذلك بالنسبه لليبيد، كذلك بالنسبه للبروتين. اما شوفوا اليورين تقريبا من 12 حتى 30 غرام بار لتر، المهم جدا هذا. وبالنسبه للاسيد اوريك من 0.4 حتى 0.8، وما بين الكرياتينين من 0.9 الى 1.2، خاص يكون هذه النسبه هذه طبيعيه. اذا زادت على النسبه عرف كاين شي مشكل في الكرياتين. فهمتيني؟ إذن هذا سيوضح لكم لي دوني بوغ إليسيدي لو غول دي غان. إذا لو غول دي غان هي تصفية إي بيو فوالا فوالا سي بوغ إيبوراسيون دو سون، لو غول إيبوراتور دي غان، معناها هي مسؤولة على تصفية الدم من الفضلات ديال الخلايا او من الوسط الداخلي ديال الجسم. نكتفي بهذا القدر، والى فيديو قادم ان شاء الله نوضح لكم عدة معطيات ومعلومات جديدة.